عاد النشيد الوطني إلى الساحات من جديد بعد إخفاء قسري. الساحات التي عرفت الثورة لم تفقد الطريق إليها يوماً. من عدن أعلن الرئيس هادي 11 من فبراير يوماً وطنياً ليؤكد انتماءه للثورة التي دفعت به إلى موقعه رئيساً شرعياً للبلاد. الرايات عادت محمولة على الأعناق عابقة بالانتماء للجمهورية والثورة. هنا يتردد صوت أيوب طارش في ساحات الجمهورية وهم يوقدون الشمعة الخامسة لثورة الشباب السلمية، صورة تعيد للأذهان تلك اللحظات التي تخلقت فيها روح الثورة في كل الميادين. هنا مأرب العصية وحارسة الدولة وهي تحتفي بالذكرى الخامسة للثورة وانتصاراتها المتلاحقة على ميليشيا الموت التي أوسعت البلد قتلا ودمارا. هنا يحتفي شباب ثورة 11 من فبراير بذكرى ثورتهم، وهنا أيضا يوقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة شعلة الثورة مؤذنا باقتران المهمة الوطنية النبيلة للجيش الوطني والمقاومة بثورة التغيير في الدفاع عن أهدافها. ورغم الحصار الذي تضربه الميليشيا على مدينة تعز، إلا أن الروح الثورية التي سكنت أفئدة هؤلاء الفتية دفعتهم لتجاوز لحظة الألم الراهنة للاحتفاء بوهج الثورة، وهي تشعل في أرواحهم نار الحرية التي لم ولن تنطفئ رغم ما يحيق بهذه المدينة من أعمال انتقامية ووحشية من النظام السابق. وهنا في صنعاء السليبة وفي الحديدة وإب والضالع تؤكد هذه الصور التي تنقل لنا ملامح من إصرار شعب على المضي في التغيير نحو قدر اختاره بحلمه. تمضي الثورة رغم الانقلاب الذي انقض على كل الاتفاقيات والحلول السلمية منتهجا خط العنف، إلا أن ما يقوله التاريخ وتجارب الأمم إن إرادة الشعوب عصية على الانكسار.